والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين. مما لا شك فيه من أعظم مكارم الأخلاق في الإسلام هي الأمانة. صفة الأمانة وصف الله سبحانه وتعالى بأنها مسؤولية عظيمة في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بالصادق الأمين، فالأمانة مسؤولية عظيمة. فتربية الأبناء أمانة، والعلم أمانة، والبيع والشراء أمانة. هنتعرف أكتر على مفهوم الأمانة مع دكتور عفاف سعدون الباحثة في الدراسات العربية والإسلامية. أهلا بحضرتك يا دكتورة، نورتينا النهاردة وسعادة بوجود حضرتك معنا. أهلا بيكي حبيبتي. مبدئيا عايزين نتعرف على مفهوم ومعنى الأمانة، وطبعا عايزين نعرف بعد كده صور الأمانة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأمانة اسم مشتق من أمنة أو أمنة، أي أنها مشتقة من الأمن والأمان، وتعني في الإسلام أو تعني في المفهوم العام حاجتين: إما العهد وإما الوديعة. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الأمانة في القرآن بيتكلم من صورتين وليها معاني كتير في القرآن. أهم معنيين للأمانة العهد، تمام؟ أعهد إليك بشيء فأنا استأمنتك عليه. والوديعة جت صور التعبير عن الأمر بالوفاء بالأمانة في القرآن في صور كثيرة جدا. أعظم الأمانات أمانة رسالة الله عز وجل في الأرض، زي ما حضرتك قلتي: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. مش بس كده، لا، ده أشفقنا منها. فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، وللأسف حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الجبال أشفقت من هذه الرسالة العظيمة، الأرض أشفقت من هذه الرسالة العظيمة. الأمانة في هذه الآية تعني خلافة الله في الأرض وفق مراد الله عز وجل. فالله عز وجل قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فنحن أتينا إلى هذه الأرض وخلقنا لننشر الأمن والأمان والعدل والصدق والمحبة والرحمة وفق مراد الله عز وجل. الله رحيم، وأودع في قلوبنا الرحمة، وأمرنا أن نستخلفه بصفة الرحمة في الأرض. الله عادل سبحانه وتعالى، حكم عدل سبحانه وتعالى، وخلقنا في هذه الأرض لكي نعمر الأرض بالعدل والعدالة ونرد الظالمين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وآخر الآية: إنه كان ظلوما حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الآية الثانية في سورة الأعراف بتقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. دي الأمانة، إن الله سبحانه وتعالى هو خالقنا وهو بارئنا وهو مالك أرواحنا. إحنا شهدنا بالأمانة دي أمام الله سبحانه وتعالى، ونحن في الذر من قبل ما نيجي للدنيا. في الحقيقة بعض الناس ما بتبقاش فاهمة مفهوم الأمانة اللي هي رسالة الله في الأرض، فيقول لك: والله أنا مش فاكر، أنا جيت الدنيا دي وأنا ما كنتش مجبر، يعني أنا ما كنتش مختار، أنا جيت الدنيا دي مجبر. فهنقول له في الحقيقة لأ، البويضة اللي أنت حاربت كل إخواتك علشان تلقحها وعلشان تيجي للدنيا بتؤكد أن أنت حاربت علشان تيجي للدنيا، وان انت جيت الدنيا اختيارا، وان انت حبيت لذة الدنيا اللي اصلا انت اطلعت عليها. هتقول لي: لا والله انا مش فاكر، انا ناسي.
فهقول له إن كنت تذكرت ميلادك وطفولتك وأنت طفل رضيع، وتذكرت من يرعاك، فحينئذ ستتذكر أنك وفيت وشهدت بالأمانة وتحملتها أمام الله سبحانه وتعالى وأنت في ظهر أبيك آدم. تفضلي. تمام. لما أرجع بقى وأتكلم على لماذا لم تحملها السماوات والأرض والجبال؟ لأنها أمانة عظيمة. السماوات أعقل مننا، والجبال برغم قوتها فهي أعقل مننا. إحنا ربنا وصفنا بالظلم والجهل، يعني نحن جهلاء بطبعنا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إحنا لما خلقنا ما كناش نعرف حاجة. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، والله خلقكم لا تعلمون شيئا. فإحنا ما نعرفش حاجة، إحنا في الأصل جهلاء. لكن لما ربنا عرض علينا الأمانة، خلي بالك من كلمة عرضنا، بتعني إن هو شاف في الحقيقة كل حاجة. يعني إحنا كل واحد فينا شاف كل حاجة، شاف حياته، شاف حياته وشاف التاريخ الطويل اللي هيعيشه واختاره، وعارف إن ليه رب، وعارف إن هو مطلوب منه يعمل إيه. لأن كلمة عرض تعني أنه اطلع على كل صغيرة وكبيرة في تلك الحياة بخيرها وشرها. لكن لما كان الإنسان ظلوم، وكلمة ظلوم يعني مهمة جدا في اللغة اللي لازم نخلي بالنا منها، وجهول، لأن دي تعني الشدة، يعني في الظلم والشدة في الجهل. تمام. إحنا استحلينا واستعذبنا حلاوة الدنيا، فقلنا ما فيش مشكلة، يلا نقبل العرض ده، هو عرض هتمضي حضرتك عليه، أنا مضيت عليه وحضرتك مضيت عليه وكلنا، مؤمننا وكافرنا. لكن إيه اللي خلانا نقبل عرض ظلمنا وجهلنا؟ لأن إحنا لما شفنا زينة الدنيا وزخرفها وجمالها وحلاوتها ومتع الدنيا، قلنا الله حلو قوي العرض ده، فموافق يا رب، هعمل كل اللي أنت عاوزه، بس دوقني من اللي أنا شايفه ده، متعني باللي أنا شايفه ده. عرضنا مهم قوي قوي نتوقف على دي. وهقول لحضرتك حاجة، إن حضرتك لو قيل لك الآن اقتلوا أنفسكم زي ما ربنا قال، يعني نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لما جم اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وإحنا لنا الجنة، وإحنا وإحنا وإحنا، وإحنا. طب تمنوا الموت إن كنتم صادقين. فلو كل واحد فينا طلب، ربنا طلب مننا إن إحنا يلا نرجع تاني، حد يحب يخرج من العرض ده؟ كلنا برضو هنقول لأ، مش عايزين نخرج، كلنا هنقول لأ، محدش عايز يخرج من الدنيا. احنا جينا الدنيا باختيارنا، ومش عايزين برضو نخرج من الدنيا، عايزين نفضل يعني مستحليين العيشة فيها. لكن احنا ظلوم وجهول، ودي الأمانة الشديدة جدا. السماوات كانت أعقل، الأرض أعقل، نيجي بعد كده أولم يرى الإنسان كلهم أعقل مننا كلما، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. كل شيء بيسبح بحمد الملك، النجوم بتسجد، النجوم بتسبح، الكواكب بتسبح، الذر في الأرض وفي الكون كله بيسبح. لكن للأسف إحنا الوحيدين، المخلوق الوحيد السحري اللي اجتمعت فينا صفات الخير والشر. وده اللي بيخلي حقيقي الناجح، الناجح فعلا هو اللي يقدر يتغلب على الشر اللي جواه، ويقول أنا انتصرت على غرائز الشر اللي جواه. وفي الحقيقة ده بقى اللي بيتكلم على الأمانة، عشان ما نطولش كتير في فكرة الخلق وفكرة القدر والحاجات اللي زي كده. فإحنا جينا باختيارنا وقبلنا الأمانة، رسالة الله في الأرض. إزاي حضرتك تكوني عادلة في الوقت اللي انت تقدري تظلمي فيه؟ نعم. دي امانه. طب لما اجي بقى اتكلم على صور الامانه، كتير مننا بيفهم ان الامانه فقط بتكون في الماديات، يعني الامانه في الماديات فقط، فلوس او ما الى غير ذلك. المفهوم المتداول انا بشيل عند حضرتك حاجه لوقت معين وبعدين برجع اطلبها منك، ده المفهوم اللي كلنا عارفينه. لكن ليها انواع تانية ومفاهيم اخرى؟ طبعا. حضرتك البرنامج بتاعك اسمه هذا دينونا، والقناة هنا اسمها الصحة والجمال، والجمال. والقرآن بيتكلم عن الصحة الحقيقية، الصحة النفسية،
الصحة الأدبية الأخلاقية والجمال الروحي. وديننا في برنامج هذا ديننا بقى، ديننا في الحالة دي بيعلمنا إزاي نكون عندنا حالة نفسية مرتاحة. إحنا قلنا الأمانة خلصناها، رسالة الله في الأرض، تعال بقى ننفذ الأمانة دي. أول وأعظم الأمانات بعد خلافة الله في الأرض بر الوالدين. بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، اللي هي عرضنا الأمانة. إلا إياه. الأمانة الثانية وبالوالدين إحسانا. طب إيه اللي يقول إنها أمانة؟ إما يبلغن عندك الأمانة اللي عندك، أبوك لما يكبر ويبقى مش قادر يقوم يدخل الحمام، أو مش قادر يجيب كوباية المية اللي جنبه على الترابيزة اللي جنبه أو على الكومودينو اللي جنبه، أبوك وأمك لما يصلوا لمرحلة الضعف والعجز، إما يبلغن عندك أنت أيها الإبن الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما، مش بس لا تقل ولا تقل، يعني مش بس تسكت، لا ده أنت كمان الأمانة بتقتضي أن الكلمة الحلوة حتى لو كنت مضغوط في أزمة الحياة عليك أن أنت تنسى كل ده لما تقف أمام أمانة الله. وقل لهما قولا كريما، ده أنت مش بس ما تقول لهمش أف وكمان ما تنهرهمش، يو يا بابا أنت كل شوية تسأل، يو يا ماما صدعتي لي دماغي، أقوم وأسيب الدنيا ليهم وامشي وتبقى هي قاعدة بتكلم في نفسها أو هو قاعد، أو أنا أسمعه يكون محتاج حاجة وأعمل نفسي مش واخد بالي. أنت فرطت في الأمانة وحتحاسب أمام الله على هذه الأمانة، لأن هما وصلوا لمرحلة من الضعف محتاجينك أنت دلوقتي. فمش بس كمان ما تقول لهمش كلمة وحشة، مش بس كمان ما تسكتش عن الشر، لا ده أنت كمان قل لهما قولا كريم. أحلى الأسماء تناديها لأمك وأبوك. أفضل الألفاظ تختارها، تخبي الحاجة الحلوة من ولادك وتديها لأمك وأبوك، دي أمانة. يعني دي تاني صورة من صور الأمانة. بالظبط، بر الوالدين تاني صورة من صور الأمانة. أكيد في صور تانية طبعا هنتعرف عليها، بس معانا اتصال هناخده الأول. أم يارا اتفضلي. اتفضلي يا أم يارا. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة يا أم يارا، يا ريت حضرتك بس توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. بقول لحضرتك ممكن أكلم الشيخة؟ اتفضلي مع حضرتك. وقت التلفزيون يا أم يارا. هو أنا حضرتك كنت بدأ ربنا كتير في رمضان وكده، إن يعني ربنا يعني وأنا جوزي يعني وحيد وكده، وإيه وكنت عايزة ربنا يعني يديني ذرية تانية لعيالي يعني، فكنت بدأ ربنا كتير لو الحمل يعني في خير وكده ربنا ييسره، ولو في شر ربنا يصرفه. فأنا جوزي كان قال لا يعني كفاية اللي عندنا ونربيهم ونعلمهم وكده، فقلت له يعني عادي لو ربنا ادانا كمان عيل ولا حاجة يعني هيجي برزقه كده. تمام. فالمهم ايه ربنا اداني توأم وكده. فأنا دلوقتي عايزة اعرف هل كده يعني ربنا هو ده عقاب ولا هو ده رزق ولا ايه؟ يعني انا كنت بدعي ربنا كتير كتير طول الايام بتاعت رمضان في كل وقت ان لو هو خير ربنا يسهله وييسره. طبعا. وانا في مره اتلخبطت فدعيت ربنا ان ربنا يديني بنت وولد، ففعلا لقيت ان انا حامل في توأم، فانا مش عارفه هل ده فعلا هو يعني ربنا يعني كده بيحبنا مثلا ولا. تمام يا ام يارا، هو سؤال حضرتك وصل. تمام، شكرا لحضرتك يا ام يارا. يعني هي دعت ربنا ان هي تحمل في توأم وحملت ما شاء الله يعني. المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير. نعم. هو ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الأبناء بأن هم زينة. في شق تاني، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. كيف بقى يقيهم؟ هنا أستأذن حضرتك عشان أرد لها، بس السؤال مظبوط. أول حاجة هو ما ينفعش يقول كفاية كده، لأن الأبناء رزق من الله. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. نعم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. نعم. فهي هبة الله عز وجل
زينة أرسلها الله عز وجل لكم تطيب خواطركم وتفتح لكم أبواب الرزق. ففكرة إن كفاية كده هي دي الجهل اللي احنا بنقول عرضنا الأمانة وحملها الإنسان، إن أنت فاكر إن أنت بإيدك. معذرة، هو مش كده، هو دايما احنا بننظر لضغوط الحياة ومتطلبات الحياة والمصاريف والحياة الاقتصادية اللي احنا مش قادرين نماشيها. تمام. فبالتالي هو بيقول أنا يكفيني مثلا اتنين أو حضرتك ثلاثة مش هو صاحب القرار على يعني أنا هو مش صاحب القرار. ما احنا لو اتكلمنا في الموضوع ده وأصل يعني ده في ناس كتيرة خلاص مستكفية باتنين بتلاتة ومش عايزة لا تاني. أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني لو هنتكلم في تنظيم النسل أو قطع النسل دي ده قضية تانية. ما لكن أنا بتكلم على مبدأ الثقافة. أولا أنا مش من حقي إن أنا أقرر على الله وأتقول على الله بكفاية كده، ما ينفعش. ممكن حضرتك بنتخذ الوسائل العلمية والاجتماعية الصحيحة في ان احنا ننظم حياتنا، بمعنى بين كل طفل والتاني 4 سنين يكون الطفل يعني قوي عوده، واستطاعت الام ان تستعيد صحتها ويقوى ويبقى كويس جدا، بعد كده يجي طفل تاني، بعد كده يجي طفل تالت. طيب في حد مريض في العيلة، الزوجة مريضة أو الأب مريض أو في ظروف ما، دي ضوابط بيرجع ليها العلماء في حكم التنظيم من عدمه. إحنا مش بنتكلم في حكم التنظيم، إحنا بنتكلم في تغيير ثقافة مجتمعية وتصحيح الجهالة عند الناس. ولكن احنا برضو قلنا من انواع الامانه تربيه الابناء، فتربيه ان انا ما كنتش يعني عندي القدره ان انا اربي زي ما حضرتك بتقولي على مر الحياه كل ما اجيب ولد او بنت اربيهم كويس، فانا يعني المفروض ما اجيبش، فلازم ابقى عارفه الاول هل انا استطيع التربيه. انا بقول لحضرتك يهب. نعم الملك. أنا مش اقصد ان انا اللي بهب، لكن اقصد في التنظيم عموما. التنظيم محترم جدا. فاسألوا أهل الذكر، يعني من جمال ديننا، هذا ديننا، من جمال ديننا أن حضرتك هتلاقي إجابة على كل سؤال. تنظيم مطلوب، العلم مطلوب، لكن أنا لابد أن يكون عندي إيمان قاطع. أنا عايزة بس أضيف حتة صغيرة قوي بسرعة عشان ما نطولش قوي في الموضوع دوت. أنا بقول للناس اللي هي بتفكر في أن الأولاد هيقللوا الرزق، لا مش هيقللوا. تمام. هقول لحضرتك، اضرب لك مثال. لو حضرتك رايحه تصرفي بطاقه تموينيه عشان يعني دايما الناس عندهم البطاقه التموينيه شيء اساسي او هو ده بيفهموه كويس. لو حضرتك معاكي بطاقه تموينيه فيها الزوج والزوجه، هل صرف المعونه في البطاقه التموينيه بنفس القيمه اللي لو كانت 5 افراد؟ لا طبعا. طيب حضرتك الاب والام والأسرة دي، هذا العبد اللي هو الأب أو الأم بيتقربوا إلى الله وبيقولوا يا رب أنا معايا، أنا عايز رزق، أنا عايز رزق على قد 5، زي اللي بيقول أنا عايز رزق على قد 2. لا طبعا. تمام. كل ما الأولاد كل يعني طبعا أنا بطلب زيادة في الرزق. مش فكرة احنا بنصحح مفهوم. الأبناء والرزق زي البطاقة التموينية، حضرتك معاكي في رقبتك 10، هيتصرف لك رزق من الملك على قد 10. لو حضرتك 2 هتروحي تقول يا رب ارزقني، فربنا هيصرف لك رزق على قد 2، على قد الأرواح التي نعولها. إذن فهي لما جبت التوأم هي ما تستعجلش. طبعا خير. طبعا خير. علشان كده بقول لحضرتك يهب. والهبة بتكون من المنعم على 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 صاحب الهبة اللي ربنا أعطاه. فيهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، الكلام واضح جدا أهو. فهي هبة الله عز وجل. طيب لازم تنجحي في الاختبار، المرحلة النفسية اللي هي بتمر بيها. هو ده سخط، هو ده غضب، هو أنا عصيت جوزي، هو أنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مع الترشيد الأدبي والاجتماعي في تربية الأبناء. حضرتك تجيبي 4، تجيبي 3، تجيبي 5، المهم أنك تنشئيهم نشأ صحيح، وتكوني فاهمة كويس قوي أن الأبناء هبة الله. محدش عارف مين هيكمل ومين هيمشي بدري، محدش عارف مين هيسافر ومين هيقعد، محدش عارف مين هيكون بار ومين مش هيكون بار. تمام.
فالابناء يعني رؤيه كبيره قوي ممكن نبقى تتكلمي فيها بقى بعد كده. معانا اتصال تاني من ام اسلام لسه موجوده. اتصال قطع. ماشي اتفضلي. دي بقى الصورة التانية اتكلمنا عنها، الصورة التالتة بقى. أيوة الصورة التالتة الأبناء. لو حضرتك عايزة بالتسلسل بقى، احنا قلنا الخلافة الله في الأرض. نعم. قلنا الوالدين من أعظم الأمانات. تمام. كل ذي روح أنت مسؤولة عنها أمام الله هتبقى أمانة. الزوجة في عنق زوجها أمانة. استوصوا بالنساء خيرا، ربنا سبحانه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان نرجع عندكم. ادي كلمه عندكم، واما يبلغن عندك. فالمراه امانه عند زوجها. وفكره بقى الزوجه والكلام ده، انا يعني ارجو مش خايفه اطول او كده، لازم يبقى الزوج فاهم ان الست دي امانه في رقبتك، عليك ان انت تنصت لأمر الله عز وجل عندما قال لك وعاشروهن بالمعروف. طيب فإن كرهتموهن، يا رب ده أنا مش طايق مراتي، ده أنا حط حتة مقلب يعني بصراحة جوازة ما يعلم بيها إلا ربنا. فإن كرهتموهن ربنا بيرد لك على كل حاجة جواكي، عشان كده بقول لك الصحة والجمال حقيقي، يعني إن أنت يكون عندك صحة نفسية في التعامل حتى مع الأشياء القبيحة أو السيئة في حياتك. وعاشروهن بالمعروف، فكأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان في حد تاني. يا رب ده انا نفسي بابور ياخدها، يا رب ده انا نفسي مش عارفه ايه يحصل لها. فيرد عليه ربنا بيريحه قوي، فبيقول له لا، ان كرهتموهن، اذا كنت كاره مراتك، شايف انها قبيحه، مش شكل الممثله الفلانيه ولا مش عارفه الموديل الفلاني مثلا، فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ده مش خيرا بس، ده خيرا كثيرا. يعني يا ابن الحلال، حتى لو انت عايش مع مراتك وانت شايف انها مش اجمل النساء او امرأة قبيحة او كل واحد مش عاجباه مراته، لا رد كثير. خلي بالك، اذا كرهت مراتك او انت حاسس انك مش قادر تعيش مع مراتك، ربنا بيبشرك بصبرك على البلاء ده، بصبرك على البلاء ده، إن ربنا هيرزقك مش خير بس، لا ده خيرا كثيرا. الزوجة بقى، عشان بس الستات ما يجوش يقولوا بس ده احنا فسحني وخرجني وإلا مش راضي عنك، لا لا. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الصالحة عرض زوجها في رقبتها أمانة. نعم. الراجل بيروح الشغل ومش عارف حاجة عن البيت، مش عارف مراته بتكلم مين في التليفون، مش عارف مراته فتح الفيس أو الماسنجر بتكلم مين، أو خرجت عملت نفسها راحت تشتري مش عارفة إيه وراحت مشوار لصاحبتها الفلانية يعملوا شوية شوبينج، أي طلبات، أي حاجة. بمجرد زوجك ما يديلك ظهره ويروح شغله، اعرفي ان الخط الاحمر بدأ في حفظ الامانه. فعليك الا تأذني في بيتك، الا تأذني في بيتك لمن يكره زوجك. وعليك ان تعلمي ان مال زوجك امانه في عنقك، ليس لك الحق في ان تنفقي منه بغير اذن. عليك ان تعلمي ان ابنائك امانه. عليك أن تعلمي أن عرضك أمانة. الثقافة المجتمعية، لأن البرنامج بتاعي بيتكلم في جزئية خطيرة جدا، ديننا. صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي كله ومماتي لله رب العالمين. حضرتك كل نفس بتتنفسي لازم تعرفي أن النفس دوت ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، ويعلم هو بيحمل الخير أو لا يحمله. الثقافة المجتمعية اللي طالعة في الفترة الأخيرة، أو اللي ظهر بمعنى أصح في الفترة الأخيرة، هو بيخوني أنا أخونه، هو بيكلم بنات من ورايا، طب أنا كمان هعمل شات مع صبيان أو رجالة من وراه، لازم أدوقه الحاجة اللي هو بيعملها. لا، خلي بالك من حاجة، أنت مسؤولة عن الأمانة، أمانة حفظ البيت،
أمانة حفظ المال، أمانة حفظ العرض، تمام؟ لأن أنت أصلاً مضيتي على العقد ده، ما احنا برضو كلنا عمالين نمضي على العقود. حضرتك مضيتي على عقد الزواج بأن هو وكيلك، وهو أن أنت هتحسني إليه وتطيعي الله عز وجل فيه، يبقى لازم توفي بالأمانة دي. تمام؟ فحضرتك تعرفي أن أنت مسؤولة عن الأمانة دي. طب هو بيعمل وربنا هيحاسبه. وانت كمان لو عملتي غلط يغضب الله، ربنا هيحاسبك. فمش ربنا هيقول ايه، طيب انت يا فلان بتعمل حاجه غلط فحسقط عنك الذنب وحسقط عنها هي كمان الذنب. الله عز وجل لا يعامل عباده بهذه الطريقه. احنا في بيننا عقد مضيناه مع الله بشهاده لا اله الا الله زي ما قلت لحضرتك في واحنا في الازل، بان ربنا سبحانه وتعالى هو المدبر، الرب هو المدبر، الست بربكم، هيدبر لك حالك كله. فما دام قال لك تطيعي زوجك وتحسني اليه فتلك امانه في عنقك، وعليك ان تنفذي هذا الامر. ولا تزر وازره وزر اخرى، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. احنا قلنا للزوج ان الزوجه في رقبتك امانه، هو خان الامانه هيتعاقب، تمام؟ على كده هو هيحاسب. هأكد لحضرتك كلمة هتفرح كل الستات، علشان كده برضو أنا يريد بوصي الناس كلها تحفظ القرآن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني أنت خلاص قررت بقى أنا مش طايق أعيش مع الست دي وخايف أعصى الله فيها. يعني وصلت المرحلة بقى خلاص مش قادر تطيع الله فيها، وحاولت تاخد كل أسباب الفلاح. فأمسكوهن بمعروف، راح زي قوي كلمة معروف، أو فارقوهن أو سرحوهن بمعروف في سورة البقرة. أمسكوهن بكلمة معروف، أو فرقوهن بمعروف. بمعروف الإمساك إنه يبقيها في حياته ويبقيها معه، تقاسمه العيش سويا، يعني إبقاء الزواج يعني. أمسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف. نيجي بقى هنا للزوج. الزوج اللي بيقول ما حدش له عندي حاجة، أنا هربيها وهعمل وسوي، ده أنا هرفع عليها قضية مش عارفة ضم العيال، ده أنا هوريها الويل وحاجات كتير. الأمانة، الأمانة إن هو ربنا قال له أمسك بمعروف أو سرح بمعروف، هيفرط في الأمانة. لم يمسك بمعروف ولم يسرح الملك بمعروف. الملك سبحانه وتعالى بقى بيجي يقول له إيه؟ لأبوها قادر عليه، ولا اخوها قادر عليه، ولا كل عيلتها واوليائها قادرين عليه. هو خلاص رفع رايه الشر وهيعذبها عذاب السنين، تمام؟ تروح للمحاكم مش قادره تاخد منه حق ولا باطل، تمام؟ يجي الملك بقى يقول له انت كل كبير وله كبير، والقوي له الاقوى منه طبعا. وإذا كان الزوج هو أكبر ولاية بعد الله على الزوجة، يعني بعد ما مضت العقد أبوها ركن على جنب، أخوها ركن على جنب، ما بقاش فيه إلا الزوج. عظم الأمانة هنا بيجي بقدر ما تحمله هذا الزوج. يجي بعد كده ربنا بيقول له إيه بقى؟ ولا تمسكوهن، شوف النبرة دي، نبرة الشدة والحزم مع الرجل. الرجل مين اللي بيكلمه؟ الله سبحانه، ربنا من فوق سبع سماوات بيقول له ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نهي قاطع بالتحذير من ظلم المرأة. طيب ومن يفعل ذلك ضرارا لتعتدوا، يعني ما تجيش تقول لا ده انا هخليكي لطايله متجوزه كل ما وهرجعك وهعمل، وكل ما هتيجي تبداي حياه جديده هعكرها عليكي، تمام؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يجي بقى الراجل، هو حد قادر عليا؟ هو حد يقدر؟ فربنا بيقول لي ايه؟ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هو ما ظلمهاش، هي عيطت شويه، حزنت شويه، اتقهرت شويه، تمام؟ كل ده كفاره لذنوبها اللي هي اصلا مستخبيه بينها وبين ربنا اصلا، تمام؟ فانت في الحقيقه وسيله لتكفير الذنوب. طيب انت بقى مين يكفر ذنبك؟ هو ربنا من فوق سبع سموات هياخد حقها.
عشان كده احنا بنقول للرجال احذروا ظلم النساء، مش علشان انا امراه بتعاطف مع امراه، احنا بنتكلم بالقران، مالناش دعوه بقى بنساء ورجال خالص، رساله القران رساله عادله تمام. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. التحذير الثالث، ولا تتخذوا ايات الله هزوا. اوعى تفتكر ان الكلام اللي بقوله لك ده الملك اللي بيتكلم، مش القاضي فلان الفلاني ولا المحامي فلان الفلاني، ده ربنا بيقول له ولا تتخذوا ايات الله هزوا. تحذير قاطع للرجال من ان هم يظلموا النساء، ووصيه الرسول عوان عندكم. فامانه العرض والمال وحفظ البيت والذريه امانه في عنق الزوجه، وامانه الزوجه نفسها في عنق زوجها. ده الصوره الثالثه من صور الامانه، وبعديها الابناء اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. طيب هنرجع ونكمل باقي الصور، بس معانا تليفون من امه الله. اتفضلي اتفضلي حضرتك، بس يا ريت تسمعينا من التليفون وتوطي التلفزيون. وعليكم السلام، اسمعينا من التليفون لو سمحتي. ويا ريت يا جماعه اي حد يتصل يوطي التلفزيون ويسمعنا من التليفون. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. انا موتيع اخر خالص والله. ماشي تمام اتفضلي. لو سمحتي بس انا عايز اسال بس استفسار صغير. ماشي اتفضلي. انا متزوجه بقالي 6 سنوات تمام؟ وانا زوجي يعني ملتزم شويه، ملتزم قوي يعني، هو ما شاء الله عليه برضه حافظ القران وكده، وبس ملتزم زياده عن اللزوم يعني. فهو يعني كان معترض ان انا اروح عند دكاتره رجاله، يعني هو عايز دكتوره ست. فانا كان عندي مشاكل وكده، عندي في الساعه مبايض وكده، واخر حاجه وصلنا لها اللي احنا لازم نعمل حقن مجهري. فطبعا انا رحت مستشفيات خاصه كتير طبعا الحقن المجهري والحاجات دي، فالتكلفه ايه؟ عاليه شويه. فهو للاسف معهوش النبض بتاعت الايه؟ بتاعت العمليه. من رغم تاني اللي فيه يعني مثلا مستشفيات مثلا تانية بدون ذكر اسماء بيعملوا مثلا حاجات دي ايه علاج شهري مثلا كل شهر، تبقى تكلفه قليله. بس المشكله المستشفيات التانية دي فيها ايه؟ فيها رجاله. فهو رافض. طيب يعني في الوقت اللي انا فيه دوت خلاص نستلف مثلا ونعمل عمليه عند دكتوره مثلا ست بنضغط اللي هو مثلا كبير ما بيحبش الاستلاف، طب نعمل جمعيه ما بيحبش يعمل جمعيه، طب انا معايا ذهب شخصي يعني بلان خاص كنت جايباه قبل الزواج مش ماله هو. ابيع دهبي مثلا واعمل بيه العمليه، ولما ربنا كرمك مثلا هات لي الذهب مش مشكله. او حتى لو مش انا متنازله عنه، انا مثلا يا ربنا مثلا يرزقني بالولد او البنت، انا مش مهم عندي الذهب برضك مش موافق. فانا مش عارفه، انا ناس كثيره جدا اقول لي مثلا يعني سيبيه تمام، هو حضرتك هو ما عندكش اولاد كده مثلا منع عنه رزق، او هو مثلا كلامه صح عايز يعمل مثلا حاجه دي حضرتك ما عندكش اولاد اجبر عليه او مش عارفه. وبعدين انا سني 29 سنه، فانت عارفه برضك الحاجات دي بتبقى كل ما السن بيكبر كل ما يكون النسبه النجاح اقل. تمام، انا بسال حضرتك عندك اولاد ولا لا؟ يعني ارجو مثلا يعني نصيحه او حاجه. عموما سؤال حضرتك وصل. تمام شكرا. نعم؟ سؤال حضرتك وصل، شكرا لحضرتك. الله يكرمك. ماشي شكرا. انا عمال اسالها اقول لها عندك اولاد شكلها مش سامعاني، كان نفسي اعرف. بس هي زي ما سمعت حضرتك هو جوزها مش راضي اي وسيله علشان هي نفسها تنجب، وهو مش عايز دكاتره رجاله، عايز ستات، والستات اغلى. التعليق استاذنك كلامها يعني مليان نقاط مهمه جدا. اول حاجه عبرت بزوجي ملتزم جدا. انا باكد ان ما فيش كلمه في القران اسمها التزم بالظبط. يعني يهمنا جدا ان احنا نرجع بقى للمفهوم الصحيح لديننا، هذا ديننا. مفيش كلمة اسمها التزم. في استقم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالإسلام أمر بالاستقامة. لما جه الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أوصني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال قل آمنت بالله ثم استقم. اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ رسالة الله، أمانة الله اللي احنا بنتكلم عنها. فكلمة التزم دي مش موجودة في القرآن، نستعيد عنها بالمعنى الصحيح الاستقامة على منهج الله.
دي نمرة واحد، فما فيش كلمة التزم دي. دايما احنا برضو بناخد الاستقامة او الالتزام بالمظاهر، يعني واحد بيشوفه بيروح المسجد كل يوم فخلاص انا خدت فكرة ان هو هنا مش مهم بقى المعامل. هنا مفهوم الاستقامة يعني بقى. نعم. مفهوم الاستقامة. عارفة حضرتك ربنا سبحانه وتعالى بيقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. إلهه هوى، دماغي جايبة إن أنا ما وديكيش عند طبيبة، عند رجل أو طبيب رجل. لما ارجع بقى للحكم الشرعي، هو الاسلام حرم يعني الاطباء الرجال؟ انا مش مفتيه عنها. بس نوجه صح. نعم. حضرتك احنا كعامه الناس او عامه الناس عموما، حافظ القران، حافظ القران لو هو زوجك في الحقيقه حافظ القران، وانا احترم ده واكيد هو ان شاء الله على خير، بس ربما في شويه حاجات مش واضحه معاه. صح، حافظ القرآن يعلم جيدا بأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قضية ربنا حللك كل حاجة ممكن تعملك أزمة في حياتك. أنا أودي زوجتي عند طبيب رجل أو امرأة، يجوز أو لا يجوز؟ أروح دار الإفتاء أسأل وأعرف من الشيخ وعليه ذلك. طب أنا بكره، أنا بغار، أنا شيء يحترم أن تتغار على أهلك لكن فيما ليس فيه ضرر عليها. تمام؟ يعني هي كلمة يبقى أم يبقى أنا مستقيم على أمر الله. الله الذي أنت مستقيم على أمره قال لك اسألوا أهل الذكر، فإن كنت صادق في حفظك لأمانة زوجتك عليك أن تذهب بها إلى دار الإفتاء وتسأل عن هذا الحكم. نعم. ثم الشق الآخر أن تذهب إلى طبيب أو مستشفى لمعالجة هذا الأمر بدون تكشف إذا كنت تغار على أهلك. تمام؟ ده بالنسبة يعني لفكرة الأمانة. الحاجة التانية بقى نيجي نقول لها، ربنا بيقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، عشان الناس تبقى فاهمة، يعني عايزين نصحح مفاهيمنا حقيقي. أصل أنا يعني عايشة على مض. أولا أنت قدامك يا حبيبتي اختيارين، تطيعي الله عز وجل في زوجك بالرغم من تعنت زوجك وكبره عن الرجوع إلى الحق بسؤال أهل الإفتاء وسؤال أهل الطب. إذا كان زوجك متعنت ومصر إن هو يتعنت، تمام؟ فعليك اختيارين، إما أنك تصبري على هذا الزوج وتحتسبي حرمانك من نعمة الأبناء ومن غريزة الأمومة وتصبري عليه ولك الأجر عند الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. تمام؟ ممكن أن أنت تصبري على هذا البلاء، حرمانك من الأبناء، تعنت زوجك، ربما ظلم زوجك ليكي، ليك الحق انك تصبري، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فليك الحق انك تصبري، وليك الحق كمان اللي احنا دايما بنخاف من التجربه، ليك الحق ان انت تنفصلي عن هذا الزوج، لان من مقاصد حضرتك الشريعه حفظ النسل. بالظبط، يعني الذريه حضرتك قلتي المال والبنون زينه الحياه الدنيا، من مقاصد الشريعه، يعني الشريعه لها مقاصد، تشريع نفسه له مقاصد، من بين مقاصد الشريعه حفظ النسل، ولا حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النفس، حفظ النسل. بالظبط، وهي امانه عنده ولازم يرعى، فهي ليها الحق. طبعا هي امانه عنده وهي كمان ليها الحق. انتهت للاسف الشديد. ونصيحه اخيره، اذا اؤتمنت على الامانه فرعها، ان الكريم على الامانه راع. اشكرك دكتور عفاف سعدون، الباحث في الدراسات العربيه والاسلاميه، نورتينا النهارده. اهلا بك، اشكرك. اشكركم مشاهدينا، والى لقاء اخر من هذا ديننا.
والجمال دين السماء.